للحديث أكثر وتفاصيل أوسع ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب الصحفي سلمان الشريدة. مرحبا بك أستاذ سلمان. مرحبا. بداية، ما أبرز ما جاء في كلمة معالي الوزير عادل جبير؟ أهلا بك أخت سارة، وأهلا بالسيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا أكد معالي وزير الدولة الشؤون الخارجية على أن الأسلحة إيرانية، وبالتالي هذا تأكيد على إدانة إيران في 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 هذا الاستهداف، ولكن هناك تحقيقات أولية سوف تحدد ما إذا كان مصدر الإطلاق هل هو إيران أم مكان آخر. ولكن يؤكد أيضا أن هذا الإطلاق أتى من الشمال وليس من اليمن، وبالتالي هناك تحقيقات في لمعرفة مكان الإطلاق. هذه الممارسات الإيرانية هي ممارسات يعني إجرامية تستهدف اقتصاد العالم، وبالتالي هذا يدين إيران بشكل مباشر. هذا أيضا يحمل إيران مسؤولية هذا الاستهداف. نعم، ماذا لو تم تأكيد موقع إطلاق هذه أو هذا الهجوم؟ إيران بكل تأكيد هي لها دور في هذا الاستهداف بكل تأكيد، ولكن سوف نعرف ما إذا كان هذا الاستهداف كان إطلاقه من إيران أم من مكان آخر. هنا سوف يحدد ما كيفية التعامل مع هذا الاستهداف الإجرامي الجبان الذي استهدف اقتصاد العالم. هذا الاستهداف يعد استهدافا للاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي يعتبر هو حربا ضد الاستقرار وضد السلم والأمن الدوليين. أعتقد أن إيران هي بعد العقوبات الخانقة الأمريكية تقوم بعمليات جنونية للخروج من هذا الضغط الذي تواجهه من خلال العقوبات. هذا العمل يعني هي تريد منه إشعال الفوضى في المنطقة للبحث عن مخرج من هذه العقوبات. التي أعتقد أن المملكة العربية السعودية لا تريد حربا، أيضا الولايات المتحدة لا تريد حربا في المنطقة. سوف يكون هناك المزيد من العقوبات على إيران للضغط عليها أكثر لتعديل سياساتها التخريبية في المنطقة. المملكة العربية السعودية تحدثت عن هذا العبث الإيراني منذ عقود، وبالتالي على المجتمع الدولي اليوم أن يدرك، وأيضا أدرك هناك إدانة لأكثر من 80 دولة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف مضخات أو معامل النفط في بقيق وخريص. هذا العمل يعني أثار الكثير من الإدانات في دول العالم. المملكة العربية السعودية تريد يعني هناك تأييدا من أو تحشيد الجهود الدولية من خلال مجلس الأمن ومن خلال الأمم المتحدة. أيضا حينما بدأت في التحقيقات الأولية أيضا طلبت من الأمم المتحدة أن يكون هناك يعني مشاركة في التحقيقات، من وهذا دليل على شفافية المملكة. بكل تأكيد شفافية المملكة. كان هناك مؤتمر لسمو وزير الطاقة، مؤتمر أيضا لوزارة الدفاع، أيضا اليوم مؤتمر صحفي لمعالي الدكتور عادل جبيل. وبالتالي هذا يؤكد على أن المملكة العربية السعودية شفافة وواضحة من خلال هذه التحقيقات التي أجرتها. وأيضا شاهدنا هناك العديد من الإعلاميين من وسائل الإعلام العالمي أيضا ذهبوا إلى المنطقة، منطقة الاستهداف يوم أمس، للإطلاع بشكل مباشر على عملية الاستهداف وعن النتائج التي خلفت هذا الاستهداف. وبالتالي المملكة السعودية وضعت العالم أمام يعني اختبار حقيقي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران. اليوم عادل جبير تحدث وتساءل هل على إيران أن تحدد ما إذا كانت هي دولة أم ثورة. نعم. إذا كانت دولة فعليها أن تحترم يعني سيادة الدول، عدم الدخول في الشؤون الداخلية للدول، عدم دعم الإرهاب، عدم تزويد الميليشيات في 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 بعض الدول في المنطقة من خلال صواريخ باليستية لاستهداف مناطق أخرى مثل المملكة العربية السعودية. المملكة السعودية يعني تصدت يعني وتلقت أكثر من يعني استهدافا من أكثر من 250 صاروخا باليستيا، وكانت كلها بصناعة إيرانية. أيضا أكثر من 150 طائرة مسيرة أيضا يعني كانت مقدمة من إيران. الأسلحة الموجودة في أكثر من دول يعني
يعني وتم ضبطها كانت أيضا من صناعة إيرانية، أيضا مصدرها إيران. أيضا هناك العديد من الخبراء الإيرانيين تم القبض عليهم في عدد من المناطق، سواء في سوريا أو في العراق أو في أكثر من دولة في العالم العربي. وبالتالي الإيران لديها استراتيجية عبثية من خلال تصدير الثورة، من خلال لديها يعني طموحات في توسعية لديها، ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال زعزعة وأمن استقرار المنطقة. نعم، في المقابل قامت المملكة العربية السعودية بالرد على كل هذه الانتهاكات بكل حقبة.